الحقيقه يعني اليوم اكيد الصراعات السياسيه على تشكيل يعني الحكومه ورئيس الوزراء وايضا رئيس الجمهوريه قد تنعكس يعني على بقيه المحافظات وايضا على المحافظين، بالتالي يعني هذه الصراعات ربما يعني يكون تاثيرها قليل على مدينه كربلاء بالتحديد، كون هنالك يعني حركة إعمار بسيطة قد قام بها محافظ كربلاء في الفترة الأخيرة، وهنالك قبول ودعم له من قبل الشارع الكربلائي، ولكن بشكل يعني بسيط يأتي هذا الدعم على غرار الحملة العمرانية التي تحدث في كربلاء، وكما ذكرت هي حملة بسيطة جدا اقتصرت فقط على تبييض بعض الشوارع وأيضا يعني تنظيف بعض الشوارع وايضا يعني اعاده العمل في بعض المشاريع، ولكن ايضا هذا لا يطبي يعني لا يلبي طموح اهالي كربلاء، يعني هنالك ايضا مطالب جاءت باقاله محافظ كربلاء على غرار يعني محافظ ذيقار والنجف، وايضا يعني اعتقد يعني في الفتره القادمه سيكون يعني محافظ جديد لمدينه كربلاء، ومن المرجع ان يكون من الكتله الصدريه في المدينه، بالتالي هناك يعني ايضا رفض للشارع كان مستمرا لمحافظه كربلاء على غرار يعني ما حدث في المحافظه، ولعل اخرها هي حادثه حريق مستشفى الهنديه العامه الذي ذهب ضحيته يعني خمسه يعني اشخاص في المحافظه.